عميد شرطة ممتاز طاهر الحليوي رئيس الدائرة السادسة في ولاية عام أكادير بمناسبة الاحتفالات ديال رأس السنة ديال 2020. فولاية أمن أكادير قامت بمجموعة من التدابير الأمنية وذلك تحت الإشراف الفعلي للمديرية العامة للأمن الوطني، حيث تم انعقاد مجموعة من الاجتماعات قبلية فيما يخص الترتيبات الأمنية المصاحبة لهذه التظاهرات وهذه الاحتفالات ديال رأس السنة. حيث برئاسة السيد ولي الأمن قمنا بمجموعة من الاجتماعات على مستوى ولاية الأمن وكذلك على مستوى القطاع السياحي، وكما شاهدتم معنا صباحة اليوم على مستوى ولاية الأمن أكادير كان واحد البريفينغ اللي كانوا فيه مجموعة من التشكيلات الأمنية اللي غادي تأمن هذا الاحتفالات. كاينين تدابير تم الاتخاذ ديالها وقائية كذلك تدابير جزرية. بالنسبة للشق الوقائي كيتعلق الأمر بمجموعة من الاحتياطات اللي كاينين على مستوى المدارات والمحاور الرئيسية وكذلك مجموعة من الدوريات الأمنية راجلة وكذلك راكبة من هذه الزي المدني وكذلك الزي الرسمي. أما فيما يخص الشق الجزري فمجموعة من الفرق الأمنية التابعة للدوائر الأمنية كذلك الشرطة القضائية المصلحة الولائية للشرطة القضائية اللي كتباشر عمليات أمنية منذ ساعات متقدمة من الصباح، يعني تيتم الإيقاف ديال الأشخاص اللي كيتبت التورط ديالهم في جنايات أو جناح مختلفة، والحالات ديال التلبس المعروفة اللي كتكون إما حالات ديال السكر أو حالات ديال استهلاك ديال مخدر الشراء. أما فيما يخص الدوائر الأمنية فهي تعمل بالنظام العمل العادي، أنها كتم تأمين السير ديال الدوائر يعني 24 ساعة على 24 ساعة، من خلالها بالنسبة للمواطنين كيتم استقبال الشكايات ديالهم وكذلك فيما يخص تسليم الشواهد الإدارية. كذلك هناك بعض الفرق المتخصصة اللي عندها واحد العمل ديالها خاص اللي كتعملهم بروفوندور يعني في العمق، وكذلك هناك الفرقة السياحية اللي كاين على مستوى القطاع السياحي لأن الشغل ديالها هي تأمين القطاع السياحي وكذلك تتبع ديال السياح الأجانب وكذلك تأمين المطاعم وكذلك الفنادق المصنفة والفنادق الأخرى اللي كاينة في باقي النفوذ ديال هذه المنطقة. شكرا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.